إذا مشاهدينا وصلنا لفقرة صحة وعافية. طبعا بدنا نحكي عن فترة الحمل باعتبارها فترة حساسة، رح نحاول أنه نتعرف على مراحلها وعلى كل المشاكل يلي ربما تتعرض إلى المرأة أثناء هي الفترة. حنسلط الضوء على هذا الموضوع، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتورة وداد البدري، أخصائية نسائية وتوليد جامعة دبلن والجامعة الملكية في بريطانيا. مساء الخير دكتورة، شكرا لحضورك معنا. مساء الخير يا شيرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إذا دكتورة رح نبدأ أنا وأنت الحديث، حكينا شوي عن المشاكل العديدة يلي بتواجه المرأة الحامل، ولكن أنا حابة يعني خلينا نرجع بالموضوع أكثر، نبذة سريعة عن الحمل، عن يعني هي القصة. كيف يحدث الحمل؟ يحدث الحمل نتيجة تخصيب البويضة من قبل الحيمن الذكري، يحدث هذا في الثلث الخارجي من الأنبوب. بدك يا دكتورة لو سمحتي، معظم حالات الحمل تصير في نهاية السنة الأولى من الزواج. لهذا في مجتمعنا الشرقي يعني يتوقع الحمل أسرع مما يجب، وهو نوع من التعجل يعني، وخلق شوية جو من التوتر للزوجة الجديدة. فيعني رجاء خلوا الوضع كله طبيعي بنهاية السنة الأولى من الزواج. إذا ما صار حمل وما في موانع، نقدر نقول للسيدة أنه تقدر تراجع طبيبتها. هذا هنا عندنا بالدول العربية. بالدول الأجنبية إلا بعد مرور سنتين على الزواج ما يحدث حمل، يلا إلى الحق الطبيب يحول للأخصائي نسائية وتوليد. زين، الحمل متى يحدث؟ السيدة اللي أو الآنسة اللي دورتها منتظمة، السيدة سوري عندنا لازم أقول، يحدث في منتصف الدورة، يعني باليوم الرابع عشر من الدورة يصير عندها الإباضة. هذا الوقت اللي إذا صارت علاقة احتمال الحمل جدا وارد، إذا ما في مشاكل بالسيدة نفسها أو بالزوج نفسه. بالدورة الشهرية. نعم. السيدات اللي دورتهم غير منتظمة، يعني شوفي الدورات أكو تكون كل 28 يوم أو كل شهر أو كل 40 يوم أو كل 3 شهور. هذا مقسمين العلم، مقسم هالفئات، وهي طبيعية يعني مو شيء غير طبيعي أو مرض أو أي شيء. بس هذول متى الإباضة تصير عندهم؟ نقول لهم أنه أسبوعين قبل موعد الدورة القادمة. هذا موعد الإباضة. بعدين في علامات للإباضة، يعني السيدة لازم نقول لها لازم هم تعرفها أو تشعر بيها. أولا يصير نوع من الألم في أسفل البطن، يا إما جهة اليمين أو جهة الشمال. شوفي أي مبيض تحدث به الإباضة ذاك الشهر. المبايض ممكن المرأة لوحدة تقدر تحس بهذا الشيء؟ تقدر بتحس، خصوصا اللي عندهم شوية وعي صحي ولا وعي ثقافي، ولا عندهم مبادئ بسيطة عن هالأشياء. لما البويضة تنزل تسوي نوع من الألم في جهة الجهة اللي بيها المبيض ليطلع البويضة. تعرفي المبايض ممكن دكتورة هاي الجهة تتغير بين كل دورة؟ اي دورة. الحين بقول لك المبايض ما يشتغلوا اثنين هم يطلعوا بويضة بنفس الشهر. إذا المبيض الأيمن طلع بويضة بهالشهر، الشهر اللي بعده هو يرتاح الأيسر يطلع. يعني هاي قدرة إلهية سبحان الله العظيم. طيب دكتورة، بما أنه بدنا نبلش نحكي بموضوع الحمل والمشاكل، ولكن خليني أيضا بسؤال قبل، هل الموانع الطبيعية، الموانع بشكل عام، موانع الحمل اللي بيتبعوها الزوجين أو أحدهم، إلى أي أثر على الإنجاب بصورة جدية؟ موانع الحمل، في موانع طبيعية وموانع كيميائية. الموانع الطبيعية نقدر نقول في حساب الدورة، الأيام اللي تصير بيها الإباضة يتجنبون العلاقة الزوجية، وبعدين
بعد ما تمر الإباضة يومين أخرى احتياط، هاي يسموها الفترة الأمينة أو فترة الحساب. ننصح بيها كأطباء أنه من عاشر يوم الدورة تنمن العلاقة لليوم التاسع عشر، هاي نسبة الحمل معاها قليلة. زين، ما هي تأثير جانبي على المرأة ورغبتها بالإنجاب لبعدين؟ لما ولا تأثر أبدا هاي، لأن أنت ما دا تدخلي بعمل المبايض ولا دا تستعملي أي شيء يقلل من عمل المبايض. والجسم كله والهرمونات كلها طبيعية بهيجي حالة. الموانع الثانية الطبيعية هي استعمال الزوج الواقي أو العازل أو القذف الخارجي. بالنسبة للقذف الخارجي نسبة الحمل معها عالية 8% حوالي. ممكن تحمل ممكن الامرأة. أي، لأن القذف الخارجي يبقى جزء من السيمن، السائل المنوي عفوا، موجود بالمسالك التناسلية مع الزوج. فلما تصير العلاقة رغم أنه كونه هم راح يقذف خارجي، بس هذا البقى من المرة القادمة راح ينفرز ويدخل المهبل ويسوي لنا الحمل. لهذا تشوفي نسبة الحمل عالية هذا بالقذف الخارجي. أو يستعمل الزوج الواقي، وهاي هي الطرق الأمينة والطبيعية. يعني تبقى الطرق الكيميائية اللي هي تشمل حبوب منع الحمل. السيدة اللي تريد تبدي حبوب منع الحمل، أولاً العمر جداً مهم، لأن عمر المرأة إلى حد 35 عمر الإنجاب قصدي، بعد 35 يبدي المبايض عملها بالهبوط التدريجي الطبيعي يعني عند كل المرأة. فإذا تجي المرأة وتريد حبوب منع الحمل بعمر الإنجاب، أولاً لازم نفحصها فحص عام، نفحص صدرها، نفحص ضغطها، نسوي لها تحليل دم لفقر الدم. نعم. مثلاً بعيد الشر عن الكل إذا فيها أي غدة بصدرها ونجي نعطيها حبوب منع الحمل تزداد سوء هالغدة، يمكن تتحول إلى أشياء أخرى لا سمح الله. يعني فقر الدم ما يصير نعطي حبوب منع الحمل لأن احتمال تسبب خثرة دموية. نعم. وهذا الحبوب منع الحمل، وأكو أبر لمنع الحمل تعطى بالعضلة كل 3 شهور للسيدة اللي ما تكون مطمئنة من نفسها أنه عم تأخذ الحبوب بانتظام. لأن اللي سوري منك يا بنتي، اللي تأخذ الحبوب بانتظام هي نفسياً والطبيب مرتاح، بس إذا مثلاً أحسن وقت نقول لهم للمرضى 7 مساءً، إذا نسيتها 7 ثاني يوم الصبح تتذكرها تأخذها وتأخذ حبة 7 بنفس اليوم. نعم، وضحت الصورة. طيب دكتورة، أظن أنه بلش معنا اتصالات. مين؟ من بغداد؟ عذراء من بغداد؟ أوكي. ألو، مساء الخير. هلا، مرحبا. بجوز ممكن أحكي شوية دكتورة؟ يلا هي معك، تفضلي دكتورة. تفضلي عذراء، مرحبا بيك. مرحبا دكتورة، هلا بيك. أني مرحبا، شلونك عذراء؟ الحمد لله. دكتورة، أني صار لي 5 سنين متزوجة. نعم. فأول يعني أول سنة صارت عندي طفلة. أي. وعمرها يعني 8 أشهر جبتها، كان يعني بها. نعم. فجبتها يعني عملية. قيصرية قصدك؟ اي بلي. وبعدين وراها سويت ورا شغله يعني ورا 6 أشهر صار عندي حمل يعني شهرين وما تبطني يعني. اي زين، ما بينا بوب. اي زين عذراء، ما نصحوك انه بعد القيصرية لازم تاخذين فترة ما يقارب حسب الطب الى 2 يلا تحملين. لا هم ما قالوا لي هيك دكتورة. أيه. بس بعدين ورا هذا سويت تحاليل كاملة وهان طلع عندي داء القطط. اي اي هذا سهل داء القطط. اي بعدين اخذت علاج يعني صار زينة وصار عندي حمل مرت الاخ. زين يعني هم شهرين ما بي نبض وهم عملت كرداش يعني سويت كرداشين يعني سويت. ايوه وهسه قالوا لي يعني سوي شعة ملونة
وهذا عن شد يعني شد نصحيني بي شاتوي. اي أشعة ملونة هاي راح تشوف لك الرحم وشنو بيه. اي بس دكتورة يعني قالوا يعني قام ما يصير عندي حمل صار لي سنة قاعدة من الدرجة الأخيرة لحد الآن. اي زين بنتي عذراء الكورتاج مرات يسوي التصاق الأنابيب الجزئي أو التصاق بسيط اللي هذا يتصلح بالعملية مع التصوير اللي هي قنوات فالوب، يدفعوا لك مادة عن طريق المهبل وتفتح لك هي هاي الأنابيب إذا أكو التصاق جزئي بنتي، وإذا أكو التصاق شوية قوي راح يشوفوا لك بأي أنبوب وين وبأي منطقة، فرجاء نسوي هاي جدا مهمة. وبعدين شنو أنصحك؟ ها؟ ما بيها أي ضرر بالعكس، وطبيبتك تقرر لك متى تسوي لك هاي الأشعة وننصح بيها يعني تاسع أو عاشر يوم الدورة. عرفتي بنتي؟ دكتورة يعني بعد يعني إيه نعم بعدين يعني إذا أشوفها ما بيها فد إشكال يصير عندي بعدين أبداً عادي. أبداً يصير عندك، بس شنو أقول لك إنه تراجعين طبيبتك هناك تحطك على تثبيت الحمل حبوب أكيد أو أبر شو شنو عندها متوفر هناك إن شاء الله كل شيء متوفر. نعم كيف دكتور إذا بدك تضيفي شيء نصيحة لعذراء ولا خلاص؟ أي بس صحة بس في شيء كمان بكمل أي العذراء طبيبتك لو تراجعيها وتقولي لها تقدر تنطي تثبيت الحمل يا إما يجي طريق عن طريق أبر مرتين بالأسبوع أو عن طريق حبوب عن طريق الفم، كونك مسقطة مرتين يعني وتتابعين بانتظام تحليل الدم لهرمون الحمل كل 4 أيام 5 أيام وتراجعين بيه طبيبتك بنتي. نعم طيب دكتورة خليني انتقل لتليفون تاني. نور من بغداد. نور اوكي نوري انت معنا تفضلي، ويا ريت يكون السؤال شوي مختصر لنقدر نجاوب على اكثر قدر ممكن من الاسئله. تفضلي نور. الو نور، يمكن دكتوره فقدنا الاتصال مع نور. خليني بس نوه على نقطه بسيطه، وانت عم تحكي مع عذراء كنت عم تقولي لها انه داء القطط سهل معالجته اللي هو الاكياس اللي بتيجي على المبايض. بالضبط. لا مو اكياس تيجي عن طريق المبايض، انه تصير اجسام مضاده بدم الام تمشي دم الام وتروح للحمل البدائي او الطبيعي، ويصير تفاعل بين دم الام ودم الطفل ويحدث الاسقاط. فهذا علاجه سهل يعني عن طريق الفم مضاد حيوي، اكثر شيء يكون التتراسايكلين يعني بمتابعه الطبيب. نعم. واعاده التحليل نشوف يعني انه خلى جسمها من ميكروب القطط وننصحها بالحمل وراها. طيب دكتورة حنستضيف أم عباس من البصرة. مساء الخير أم عباس. أهلا صوت حبيبتي. الحمد لله بألف خير أم عباس. بألف خير شكرا. دكتورة معي أم عباس تفضلي. أنا دكتورة وداد. مرحبا بيك. مرحبا دكتورة. هلا بيك عيني مية هلا. مرحبا دكتورة. هلا بيك. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. أيني دكتورة أنا عندي سؤالين، سؤال إلي وسؤال لبنتي. أي تفضلي. أنا صار عمري تقريبا 46 وقطعتني الدورة الشهرية. أي نعم. من متى قطعت؟ عندي مثل حرارة بول خذت إيد عندي يعني تروح بحرارة الثلاث دقائق وتروح من عندي. فهمتش. نعم نعم. أي هاي بالنسبة لحالتي أنا يعني ما رحت لأي طبيبة. أي لولي هاي كلها سبب يعني انقطاع الدورة. أي نعم نعم. خليني أرد عليك ولا تريدين السؤال الثاني؟ لا السؤال الثاني بدي. أي هي جنبك ولا أنت حتسألي أم عباس؟ أي أم عباس تفضلي. بدي زوجة قارنها 9 أشهر. إيش قد عمرها؟ ما صار عندها حمل. أي ما صار عندها حمل، فاخذتها الدكتوره وسوت لها علاج قالت لها عندي اشتكيت. اي نعم. فحص زوجها طلع زوجها ما بيه شيء. نعم. فهي اخذتها يعني راجعت بها مرتين ثلاثه
بعدين زوجها سافر 4 أشهر بالامارات وفي الترجع. نعم. فالدواء ما نزلت عليها صارت 6 أشهر. اي نعم. نعم. قبل ما يجي زوجها لحد هسه. ايوه. هذا التكيف يعني هل يصير اكل حمل لو ما يصير؟ اي الحين بجاوب على سؤالك وارد على سؤال جواب بنتك ان شاء الله. شكرا ام عباس، تفضلي دكتوره. اوكي. اوكي حبيبتي مرحبا بك. بالنسبه